جينا من حمل رشيد وكانت عندها ترسات وجينا درنا لها الحديد. درنا لها الحديد وجينا. اش غدير؟ ديجا لقيت الاضراب دابا؟ وي اش غدير؟ صافي خلصوا لومبيلونس خلصنا مالا واش ما تخلصاش؟ قلت لك وجيبك ما تخلصاش ماشي حشومه. مرا يدي الحديد وتيجي لي الم في رجليا وبغيت نشوف الطبيب وما تلقاش. والطبيب تيقول لك اليوم غدا اليوم غدا وما كاينش طبيب. هاتري قالك نهار الجمعه ان شاء الله. انا مريض وكلشي بنادم مريض وبنادم ما قادش يوقف وحياه ما هي حياه اللي ولات. كلشي مريض وحياه وانا تنشوف هكا انا نبقى بحال نموت. انا ما تخش العقل نبقى بحال نموت. راه خاصني ندوز راسي ندوز على راسي باش نحيد العكاز ونمشي عادي بحالي بحال الناس ونمشي نخدم على راسي. راه ما خدمه ما والو. انا واقف ما عندي حتى فلوس الرانديفو نبقى نقول بنادم عطيني جوج درهم هذا درهم يكمل لي 10 درهم شد الرانديفو وباش نمشي ثاني شد الرانديفو تيجي تقول لك لا راه كاين الاضراب. راه ما يمكنش هذا الشيء. راه ما يمكنش هذا الشيء. الاضراب حق مشروع فهمتي بناء عليه هذاك الدار هذاك الاضراب. اذا كاين شي مطالب وتنتمنى تكون يكون هذا الاضراب يكون فهمت يكونش على حساب الاضراب لان الصحه شي حاجه والاطباء راه عارفين داك الميثاق الاخلاقي وداك الشيء. المطالب راه ما تحققتش كلها راه بعض تنتاسفوا تنتمنوا حتى من صحاب القرار يكونوا فهمتي تكون واحد العقلانيه في تحقيق المطالب ديال هذيك الفئه. خاص واحد تكون واحد الفئه اخرى تنوجدوها على اساس تخدم في هذه المحطات هذه لانه غتسجل الروطار وكما قلنا قبيله وكاين شي واحد دابا مسكين على مشارف الموت راه كاينه دقيقه ولا ثانيه تقدر تزهق الروح. وفي هذيك اللحظه تنتمنى انه يتم التفكير على اساس انه يداروا فهمتي يدار فورماسيون دي ديجون فهمتي هذه المحطات الاستعجاليه تكون اضراءات تكون شي اشياء اللي تنجمع عليها واحد. والله شنو نقول لك انا مقدر ما نقول لك من هاد الفئه لا من هاد الفئه. والله يكون في العون.